انت اتكلمت برضو عن فكرة الروح وعن الأعمار السنية المختلفة، كمان فكرة الوافدين الجدد برضو بتبقى مختلفة. فعشان كده بقى خليني أجيلك يا كابتن مهند. الحقيقة فكرة أي حد بينضم للنادي الأهلي بتبقى مختلفة، بيبقى هو حاسس بروح مختلفة، وده اللي دايما بيقوله أي حد بينضم للنادي الأهلي حديثا. ده اللي أنا عايزة أعرفه منك، الفرق ما بين الروح في أي نادي تاني والروح في النادي الأهلي. يمكن اتكلمنا احنا في الفقرة اللي فاتت مع الكباتن طبعا، اتكلموا عن فكرة الروح وعن فكرة ان أي حد جاي جديد، يمكن كابتن وليد قال لنا ان هو بيندمج سريعا جدا مع الفرقة. عايز اعرف منك ده حصل معاك، وعن الروح بقى اللي موجودة داخل النادي الأهلي. هو والله هو الروح اللي موجودة في النادي عامة، انا شفت كده يعني الروح اللي موجودة في النادي الأهلي مش موجودة في أي نادي تاني. قدرتهم كمان على المنافسة او المكسب دي مش يعني مش موجوده في اي حته تانية. انا كنت اعرف الشباب بتاع الشباب اللي في النادي كلهم من ان احنا كنا اصحاب من منتخبات، سفريات ناشئين وحاجات كده، فيعني كان معرفتي بيهم الحمد لله كانت كويسه. وبصراحه ما حسيتش ان انا يعني ما حسيتش ان انا وافد جديد ولا اي حاجه، انا حسيت ان انا واحد منهم، عرفت اتاقلم بسرعه الحمد لله. وهم يعني بس خلي بالك يا مهند، انت عندك، انت مش اي وافد، انت وافد قادم من نادي الزمالك. خلينا نكون أمنا مع بعض وصراحة، إن الترانسفير ده اللي بيجي من الزمالك للأهلي ممكن يحصل له صدمة في الأول شوية، بمحتاج استيعاب من زمايله، لأنه يعني بتبقى فكرة أو نقلة مختلفة. مش عايزين نقول طبعا، كل الاحترام لكل أندية مصر مفيش كلام، ولكن إحنا بنتكلم النهاردة بتبقى نقلة محتاجة احتواء ودعم من الفرقة. لقيت ده في النادي الأهلي ولا ما لقيتوش؟ وتنفذ معاك ازاي؟ وازاي اتفرغت بس لفكرة ان انت تتفرغ فنيا للملعب؟ يعني كلمني على التفاصيل الصغيرة في الانتقال ده. هي قصة الانتقال من الزمالك للأهلي عامة انا ما حسيتش بيها، لان انا حصل معايا تعامل نفسي واداريا وكمدير فني، يعني كابتن وليد عزت وكابتن سيف ومدرب كابتن توفيق، الناس دي اتعاملت معايا على اعلى مستوى. ما حسيتش خالص ان انا غريب، ما حسيتش خالص ان انا وافد جديد، بالعكس كان في احتواء على اعلى مستوى. كابتن وليد كان بيتكلم معايا بعد كل تمرينه او في كل فتره، كابتن سيف يعني طبعا انا عايز اشكر من هنا كابتن سيف. خلي بالك كابتن سيف درس طب نفس، كابتن سيف بصراحه يعني النفسي اهم معايا الحقيقة. يعني لا يعني هو راجل في الجهاز، ولكن هو كمان دارس طب نفس رياضي او علم نفس رياضي، فالنهارده هو فادك جامد جدا في الحته دي. فهو بصراحه هو اللي عرف يظبط التاقلم بين اللي انا جاي من الزمالك اللي انا اروح الاهلي. طيب الضغوط، انت النهارده عايز تيجي عايز تعمل فرق، انت جاي على فرقه بطل، انا عايز اثبت نفسي، الضغوط دي اتحررت منها ازاي بقى؟ لازم دي شغلتك، يعني انت لازم برضو تحاول يعني تتحرر من الضغوط دي عشان تقدر تادي في الملعب. اتحررت من الضغوط دي ازاي؟ لا هو طبعا كان في الاول مش ضغوط، بس السيستم، انت لازم تخش في سيستم اللعب بتاع الاهلي. صح، كل نادي مع احترامي الكامل لجميع الانديه عنده سيستم لعب، سيستم لعب كل نادي مختلف عن التاني. اللي انا اجي اتحرك من نادي الزمالك نادي الاهلي فيه هتقابل مشكله طبعا في الاول، طبعا هتقابل مشكله في اللي انت تحاول تتاقلم مع سيستم لعب، انت بتلعب مع لعيبه تانيه. نعم. لعيبه على اعلى مستوى، معلش انت رايح فريق بطل دوري السنه اللي فاتت، انت داخل على فريق بطل دوري، يعني المركز الثاني بالنسبه لهم خساره. بالظبط، طول الوقت فريق مش محتاج حاجه. يعني هو انت داخل على فرقه فريق مش محتاج حاجه، انت داخل تثبت بقى نفسك وداخل تحط مكانك طبعا. برافو عليك يا مهند، يعني انا عاجبني المنتاليتي بتاعتك جدا جدا، وعاجبني اللي انت بتتكلم بيه. انا كان ليا تجربه